تيمرون واحد المغالطات الناس اللي هما مضرين وبالتالي تيسيئوا الى ميدان الصحافه تيسيئوا ليها بهذه الادعاءات. مثلا تيجي واحد تصور معايا عنده في صفحه فيسبوكيه لا يفهم ولا يفقه شيئا ما يكتبش تسميته وتيجي تيهضر لك في القانون تيهضر في القانون وتيقول بلا ان الناس ديال الجيش الودايه صافر الامور تحسمات وراه يتعوضوا هاد الايامات. حنا البت قرار البت في الطاعون في مجلس الوصايه تنهار جوج شهر واحد في يناير 2024 هذا قرار باش يبداو يتسلموا الناس الطاعون ديالهم ديال مجلس الوصايه الاقليمي ومازال مجلس الوصايه المركزي ومازال المحكمه الاداريه كاينه دعاوى ومازال الامانه العامه للحكومه باش يمشيو هاد ومازال يخرجوا في الجريده الرسميه وعاد تتسموا لوائح نهائيه تتسمى لائحه نهائيه ديال ذوي الحقوق. وهاد الناس بعدا باش نقول لك هاد النواب المعينين عندهم صفه وحده انهم يحصيو فقط ضبط العنصر البشري، اما مساله التعويض فهي تجي عن طريق نواب اللي هما منتخبين. لان دابا حنا تنضبطوا اللائحه ديال ذوي الحقوق، راه ما تنديروش شي حاجه اخرى، هما دابا تيسحبوا راسهم راه هما يعوضوا الناس وهما كذا وتيمروا مغالطات مع الناس وتيستافدوا مع الناس مجموعه ديال الامور باش يمروا لهم هاد الشيء. مازال العمليات تتمشي في القانون وما يبقاوش يثيقوا الناس ديال الجيش الودي انهم راه غدا غيتعوضوا وكذا، هذا راه مغالطات. وشنو بغاو منها؟ ما نعرف، لانهم هما اللي باغيين تيسربوا لهم هذا الشيء، تيبيعوا لهم الوهم من اجل ماذا؟ ما نعرف، هما يجاوبوا على هذا الشيء، لان العمليه مازال تتخرج في الجريده الرسميه، اخر عمل هو الجريده الرسميه، عاد تيوليو لوائح نهائيه. اما باش يجي شخص نكيره عنده صفحه فيسبوكيه وعنده واحد تحت الطلب وتيبقى يمرر المغالطات لذوي الحقوق اللي الجيش الودايه انهم راه هاد الايام هيستافدوا او يتعوضوا، لا راه ما يمكنش وما يمرش لهم مغالطات لان مازال تتخرج في الجريده الرسميه تولي نهائيه وان هاد النواب المعينين دورهم فقط تيتجلى في اعداد وضبط العنصر البشري لجماعة الجيش الودايا فقط. أما النواب المنتخبين هما اللي هيكونوا جزء في العملية مع مديرية الشؤون القرارية والسلطة المحلية وشكرا. فعلا كما قال الأخ عبد النبي والسيف شعيب فتيحاولوا ما أمكن أنهم يمروا واحد المغالطات اللي هي أصلا مبنية على الباطل، فما يمكنش هاد اللائحة غادي تمشي يعني لمرحلة التعويض من غير أنها تدرج بعد المراحل. يعني النصوص واضحه في هذا الامر هذا، فما يمكنش غادي يجيو وغادي يديروا الشوشره على بعد الامور اللي هي حاسم فيها القانون. فالحمد لله الامور بدات بواحد الطريقه اللي هي شرسه ومزيانه، ولكن من موراها تنتفاجئوا بعد النواب لانهم تيديروا شي مقررات اللي هما غالطه وما مبنياش على القانون. فالحمد لله القانون والمحكمة الإدارية راه غادي تنصف ذوي الحقوق اللي عندهم الحق ديالهم. فالحمد لله القانون هو مبين كاع الأمور وكاع المواد اللي هي يعني ضابطة العملية من الأول ديالها حتى الأخير ديالها. وتنظن بأن الشي مصطفى راه غادي يكون ضابط لهاد الأمور هادي مزيان وغادي يشير لنا ليها ويبينها لنا إن شاء الله. كتتم الإخوان المداخلات اللي سمعناها من قبل، فمؤخرا يعني كاين مجموعه من الامور اللي كتروج ومن ضمنها واحد الصفحه فيسبوكيه انها كتخرج انها يعني كتبيع الوهم او السراب لمجموع الاخوان اللي زعما اللي يعتبرون انهم طلعوا في اللائحه اللي واخا هي مؤقته انه غيكون ان شاء الله التعويض عما قريب. يعني كنظن بان هذا جهل في مساله القانون، وكنظن بان هذه المساله بعيده تمام البعد على الواقع، وبالتالي فكنشوف بان الامور كتبتعد عن القانون لان خاصه مجموعه من المراحل باش ان الانسان يوصل لمساله التعويض. لو هذه المساله اللي طرقنا لها الاخ بوشعيب المحترم الله يكثر خيره باش يطلع الجميع على العمليه اللي يعني والمده الزمنيه المخصصه
لاعداد اللوائح في اي جماعه سلاليه يعني تيسر عليها القانون 62/17 وجميع الجماعات السلاليه بربوع المملكه هي ملي كتبدا المهام ديال الهيئه النيابيه كتبدا في 3 شهور ديال اعداد اللوائح. الا تعذر على هذه الهيئه النيابيه اعداد اللوائح في هذه المده ديال 3 شهور كيتزادوا واحد الشهر، يعني بقرار عاملي كيتزادوا واحد الشهر من اجل يعني اذا كان شي حاجه معينه كيضيفوا لهم واحد الشهر من اجل باش انهم الى كانت عندهم بعض الامور اللي ما سمحاتش ان اللائحه توجد في هذيك المده الزمنيه المحدده في الدوريه ديال 3 شهور كيتزادوا واحد الشهر. هذا من بعد ما يعني اللائحه هي موجوده توقعات تليغاليزات ديال الجماعه السلاليه فيها رقم تسلسلي واحد من واحد الى يعني كتضم الجماعه السلاليه ماشي جوج جماعات ولا ثلاثه الجماعات السلاليه في لائحتين او لا كل دوار تيدير اللائحه ديالو. راه كل جماعه سلاليه كيكون عندها رقم تسلسلي ديالك بحال مثلا اي واحد يعني في سيرفيس ديالو خدمتو في اي حاجه تيكون عندك الماتريكول ديالك حتى في اللائحه كيكون عندك الماتريكول ديالك. ميمكنش الجماعة السلالية نلقاو واحد عنده رقم واحد وفي عاوتاني في دوار اخر نجيو نلقاو عاوتاني رقم واحد وفي دوار اخر نلقاو رقم واحد عاوتاني الى اخره. كتعلق اللائحة ملي كان يعني كتوجد في هذه المدة كتعلق لمدة شهرين 60 يوم يعني كيتقدموا هذوك الناس ذوي الحقوق اللي ما كيشوفوش ريوسهم في اللائحة او لا عندهم شي طعن لسبب معين تيطعنوا يا اما في بعض الافراد راهم في اللائحة ما فيهمش شي شرط من الشروط أو لا ما كينتسبوش أو لأي سبب وجيه آخر. أي واحد ما تيطعن فيه لشي سبب معين كتمشي تطعن، ولكن شريطها يكون الطعن ديالك معزز بوثائق الإثبات. مثلا تقول أنا واحد الشخص مثلا راه كان تكنيته كذا وباه من كذا وما كينتسبش لهذ الجماعة وكذا كنجيب ما يفيد وكان طعن في واحد الشخص معين وديك الساعه الطعن ديالي كيتحال على الهيئه النيابيه. ملي كدوز هاد المده ديال 60 يوم كتجي واحد المده ديال شهر ديال البت في هذوك الطعونات اللي تقدموا بهم هذوك اعضاء الجماعه او ذوي الحقوق اللي باقي ما حصلوش على الصفه ديال العضويه داخل الجماعه حسب القانون الجديد والدوليه المنظمه لهذه العمليه. يعني 30 يوم كيبتوا فيها في الطعون كتجي عاوتاني واحد 7 ايام من مور هاد 30 يوم. هاد 7 ايام هي ديال التبليغ ديال اللي اما اللي دار شي طعن واش الاسم ديالو ما تضرش او لا طعن في واحد الشخص معين كنبلغوه بهذاك المقرر ديال الهيئه النيابيه في هذاك الطعن اللي حط اللي وضعوا عند السلطه المحليه. من بعد سيدي كتجي واحد ال 15 يوم. مني كتجي هاد ال 15 يوم كنسلموا لهاد الاشخاص هاد الشخص هذا كنسلموا ليه هذاك كاين مده ديال التسليم ديال 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 يعني ما عجبوش الحال في هذاك الطعن كيطعن فيه امام مجلس الوصايه الاقليمي وكيحط مثلا تيطعن في هذاك المقرر كيحطوا عاوتاني يعني لهاد الجهه هذه كيعزوا كذلك بوثائق الاثبات شي ورقة فريدة أولا امبريمي تيقول لي سير شري نموذج راه كيتباع واجب. النموذج هذاك دايرين ضابطين به العملية في يعني في الدورية باش ما يجيش شي واحد يدير شي نموذج ولا يدير شي يعني شي اكزومبل من عند شي نموذج من عنده هو تكون تيتماشى مع الهواء ديالو هو ومع هذاك الشيء اللي بغى يدير هو وفق ما يراه صائب ليه هو ولا بغى يلحق الضرر باحد افراد الجماعه او الى اخره. يعني تجي حاجه كتبان ليه هو صائبه. هنا جا القانون حدد كل شيء حدد المده الزمنيه يعني الوثائق اللي ممكن انك يعني كتثبت لك الانتساب ديالك للجماعه. من بعد هاد 15 يوم ملي كيحطوا فيها هاد الطعون اللي غيتوجهوا المجلس الاقليمي كتحتفظ السلطه كيبقاو عندها لواحد المده ديال 15 يوم. فهذيك المده ديال 15 يوم اللي كتسالي خصها تحيلو من المجلس الاقليمي مجلس الوصايه الاقليمي. هذا مجلس الوصايه الاقليمي
فيه واحد المجموعه من يعني المكونات ديالو. على سبيل المثال رئيس قسم الشؤون القرويه بالعماله، رئيس قسم الشؤون الداخليه الفلاحه يعني، ونواب ديال الجماعات السلاليه نائبا عن كل جماعه سلاليه داخل الاقليم. يعني الاقليم اللي يعني كيدار فيه هذا المجلس الوصايه الاقليمي كان كيكونوا عنده واحد المكونات. قبل ما كيجتمع هذا المجلس كنوجهوا الجميع يعني واحد استدعاءات كيتوجهوا لكاع يعني المكونات ديال المجلس من اجل دراسه هذه الطعوم المقدمه لهذا المجلس ديال الوصايه الاقليمي. ومن بعد ما كيصادق عليها يعني بعد اولا تيشوف هو واش العمليه صحيحه ولا ماشي صحيحه. بار اكزومبل نهضروا على علينا حنا، مثلا نهضروا علينا حنايا تمالا مثلا الصغيرات، حنا كنلاحظوا ان التقسيم ديال الجماعه ديالنا تقسم، رغم ان هذه الجماعه تحمل رسما عقاريا موحد اللي هو 22747 راء. هذا هو الاصل. كان هذا الرسم العقاري في عمارة الرباط قبل إحداث هذه الجماعة ديال هذه العمالة، عفوا قبل ما تحدث عمالة صخيرة تمارا في 1983 كانت عمالة الرباط. وكانوا هناك قيادات، كانوا قيادات مثلا قيادة تمارا، قيادة سيدي يحيى زعير، مجموعة ديال القيادات. هنا من بعد هذه السنه ديال 1983 جات عماله الصخيرات تمارا. ملي جات عماله الصخيرات تمارا ولينا كنعيشوا واحد التقسيم اداري، كنعيشوا تقسيم اداري في هذا الرسم هذا. رغم ان ملي كنجيو لعماله الرباط كنلقاو عندها هنا رسوم عقاريه مستخرجه من هذا الرسم العقاري في عماله الصخيرات تمارا. كنجيو للمجلس الاقليمي ديال الرباط كنلقاو عنده رسوم عقاريه مستخرجه من هذا الرسم العقاري 22747 راء. نعودوا نرجعوا للدوريه. هاد الدوريه من يعني ملي كت يعني مجلس الوصايه الاقليمي كيشوف على واش طبق القانون في العمليه ولا ما طبقش. الا ما طبقش وكانت العمليه فيها واحد الاختلال قانوني او لا في المسطره ديال اعداد اللوائح راه كترجع تبدا من الاول. اليوم كنلاحظوا ان هنا عندنا في يعني جماعه عيش البدايه بعض الصفحات الفيسبوكيه، انا نسميهم عند الطلب. هادو صفحات عند الطلب، من تيحتاجهم شي واحد من اجل تمرير بعض المغالطات او بعض الامور كيحتاجوهم كي يعني كيجيو كيمروا بهم هذاك الشيء اللي بغاو، رغم ان العواقب ديال هذاك الشيء قد تنعقلوا يعني تنعكسوا سلبا على صاحب الصفحه. هاد مول هاد الصفحه هذا كيجي كيروج واحد الامور هو ما عارفهاش حتى من الناحيه القانونيه. بحال دابا ولات كتروج ان نهار 20 غتبدا عمليه ديال 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 التعويض. نهار 20 فهاد الشهر هذا غتبدا عمليه ديال التعويض ديال ذوي الحقوق ولا ديال اعضاء جماعه الجيش الوداني نسميوها حنا، مع العلم ان حنا اللائحه لم تحسن بعد، وان اللائحه لا زالت تروج. هناك عده دعاوي قضائيه يعني هاد الدعاوي بخصوص المقررات ديال الهيئه النيابيه الخارجه على النصوص المنظمه، واللي غتبت في هذا الشيء اللي تنقولوا هي المحكمه الاداريه. المحكمه الاداريه اليوم عندها هاد الملفات وهاد المقررات، وغادي تشوفهم واش موازين هاد المقررات يعني الشروط الثلاثه المعتمده قانونا ولا مخالفه لهم. هذا هو يعني التفسير اللي ممكن انني نوضع الاخوان في الصوره ولا المتتبعين او المشاهدين اللي غادي يتبعونا. وكان بالمناسبه نشكروا الجريده الالكترونيه شوف تي في، ونشكر الاخ طارق والاخوان كاملين اللي يعني تيسهروا على ايصال صوت المواطنين للراي العام الوطني. مشكورين الاخوان ديال شوف تي في، شكرا.